استثناءات وتقولي لي انا باه نضمن حريه المنافسه، تقولي لي نلجا للتصريح والترخيص في الصفحه 59. هو اللجوء الى التصريح بعدم التدخل والترخيص يتنافى مع حريه المنافسه. سألتك أنا نفسك، ألا تظنين أن عدم ضبط الحالات التي يلجأ القانونية التي يلجأ فيها إلى الممارسات المنافية والمحظورة نسبيا، هذه المنافية المحظورة نسبيا، ومن بعد تقولي لي أنا نلجأ إلى التصريح بعدم التدخل وللترخيص، هو هذا التقدير؟ أنت تقولي لي بلي راه نحي نضمن حرية المنافسة، وفي نفس الوقت تقولي أنا نلجأ إلى التصريح بعدم التدخل وإلى الترخيص، هو يعتبر تقييم في السياق اللي قلتيه، ماشي في السياق اللي جا في النص. انا نتكلم لك على الشيء واش قلتي انت في الموضوع تاعك لداخل. نفوتوا هذه مدام والله يبصر عصام دوك يخرجها. في الصفحه 65 الاستثناءات من حظر الاتفاقيات المقيده للمنافسه عن طريق نص تشريعي او تنظيمي. تقولي أنه تحظر إبرار اتفاقيات تقيد المنافسة لأنه يعتبر وفق القانون 03-03 مقيد ويؤثر على المنافسة، ومن بعد تقولي لي أنه من بين الاستثناءات يمكن اللجوء إلى الاتفاقيات عن طريق إذا تعلق الأمر بوجود نص تشريعي أو نص تنظيمي. واش معناها بنتي؟ تقولي لي انا راح ليبيريين هم احرار وعندنا قواعد، بصح تقول هاي القاعده موجوده اللي هي استثناء على مبدا الحريه، ومن بعد تقول لي لا اي تحظر الاتفاقيات لان الاتفاقيات تؤثر على حريه المنافسه وقد تؤدي الى وضعيه هيمنه او الى احتكار، ومن بعد تقول لي حبس هذه القاعده عندها استثناء، كون يعود عندنا نص تشريعي ونص تنفيذي إمكانية وجود اتفاقية اللي هي تؤثر على المنافسة وتخلق لنا عدم وجود توازن يؤدي إلى الهيمنة أو إلى الاحتكار. وين هي الحرية بالمعنى هذا؟ وعن طريق ماذا؟ وهو في أغلب الحالات اللي أنت ما قلتيهاش في النتيجة أنه يكون عن طريق نص تنظيمي وموش تشريعي. قالك محرر إدارة تقول أنا راح ندير قانون في حرية المنافسة وراه ممنوع عليك ما تديروا اتفاقية تؤدي من شأنها أن تمس إلى بمبدأ المنافسة ومن الممكن أن تؤدي إلى احتكار وضعية هيمنة إلى غير ذلك، ولكن لو تصدر إدارة من الإدارات نص تنظيمي أو هو استثناء كيعود عندنا أصل ونقويو عليه الاستثناءات المراد هو الخروج على الاصل وبالتالي عدم تحقيق. اذا انا نتكلم لك اذا كان موضوعك هو ضبط المنافسه امام الجميع، جيني في الصفحه 101 كتبت لك انا كيف يجمع الجمع، كيف نجمع ما بين أن سلطة الضبط الاقتصادي عندها وظيفة قمعية وفي نفس الوقت عندها تحرص معذرة تحرص على وجود أو تنظيم نشاط، ألا ترين أن الإدارة بما لها من سلطات تريد أن تضع نظاما قانونيا للمنافسة دون أن تتخلى على وصفها صاحب السيادة والسلطة؟ وإذا كان الأمر كذلك تمشي معها أنت، كيف يمكن أن نوفق ما بين أن تكون ضابطا مركزيا تتحكم إلى غير ذلك؟ في أوراسكوم وطوطا قلت لك ألا يعتبر ذلك هو التقدير
على المنافسة في حد ذلك طالما أنها تقدم الخدمة بأقل تكلفة، لأنه كنوليو في مجال قانون الأعمال بشكل نجاح، هل الشركة اللي تقدم الخدمات بأقل من المفروض هي اللي يشجعوها؟ ما هي شركة تجارية، هل يعقل أن شركة تجارية تبقى تبيع بالخسارة دوما؟ واش قالت الأوطا؟ قالت الأوراسكو، قالت لها الأسعار اللي قاعدة تبيعي بها راهي مخفضة ولا تغطي تكلفة، أنا كشركة قادر نقدم بتخفيض، لأن ألجيري تيليكوم قطاعية تابعة، هي يفترض أنها ذات نشاط اقتصادي لكنها تسير بطريقة إدارية، تكاليف مرتفعة، عدد الموظفين أكثر، تكلفة أكثر، أوراسكوم قاعدة تدير هنا تدير لك بأخفض الأثمان. ولات الوضعية بالنسبة لألجيري تيليكوم ما تقدرش تواكب. أنا أقول لك من بين وجود وضع هيمنة وهو توجيع بعض القطاعات الموجودة داخل الإدارة، قال روحوا شريوا لي بيس تاعكم من الموبيليز، ندير لها المسوغ أنا نغطيها لك، قال لأنه أمنية، كيعدت أمنيين وكذا وفيها العسكريين وفيها كذا، وعلى جيب شركة من الخارج تحكم القطاع حساس والاتصالات. ومن بعد نقول لا تاع البلديات ام عندهم لابيس تاع موبيليز، ها واش عندك وما تروحش لكذا، ما دام كمنافسه كخدمه وانا صوت الضبط الامور الامنيه او كذا او كذا تدرس قبل في الكاي دي شارج قبل ما يجي. اذا الا يعتبر توجيه المؤسسات العموميه الى اقتناء الخدمه من مؤسسه دون اخرى في نفس القطاع الا يعتبر مساسا او بعدم احترام لقواعد المنافسه؟ زوج ونحبس ما بقاش زوج 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 ثلاثة كما تقول. اللي بقيت كان أحبك تقوليها لي حتى ما كتبتيهاش. نتجاوزو هادي، هذاك الخير وين هي اللي نتكلم فيها، ونسكت زوج قلتكم ونسكت. ما أردت أن أجده ما أردت أن أجده في الخاتمة تاع الخاتمة باه منطوش على الزملاء وسكت ما عادش نهدر أنا خلاص بطلت. الخاتمة أنا واش حبيت نلقى فيها؟ لأنك أنت في الباب الثاني دخلتي لي زوج حوايج، تكلمتي لي على مدى الاستقلالية أو مدى ضمان سلطة الضبط الاقتصادي للمنافسة، دخلتي لي زوج حوايج، لم تجيبي إلى وجودي الضوابط القانونية اللي لازم نأطرها بقانون بتشريع قانون، إلى وجود فعلا أو نحس وجود استقلالية لهذه الهيئات وعدم تداخلها مع بعضها البعض ضمانا لحرية المنافسة. كي جيتي تكلمي لي على مظاهر الاستقلالية رحتي للاستقلال العضوي، حاولتي قدر الإمكان تقولي لي أنه من حيث التركيبة البشرية لسلطات الضبط هاو سيد هاو عندنا قضاة، ونسيتي باللي القاضي هو موظف وما المفروض ما يجيش هنا هو حكم، علاه؟ لأنه نجيبوا القضاء الإداري وبالتالي هنا متحيز، بالنسبة لي القضاء الإداري متحيز لأنه الجانب الإداري. ومن بعد كي وليتي تشوفي النوعية وليتي تقولي لي يعينون سلطات أو الوصاية مركزية الوزارة الفلانية الوزارة الفلانية الوزارة الفلانية قضاة من كذا من كذا من كذا، حتى في الخبراء فهم محكومين من قبل الإدارة تحط لهم شروط ظاهرها الاستقلالية لكن باطنها هو التوجيه التشكيلة البشرية المشكلة لمجلس سلطة الضبط الاقتصادي وحتى مجلس المنافسة. واحد. اثنين، لم تبيني لنا مدى الاستقلالية المالية وبديتي تحكي شويةها ومن بعد حبستي قلتي عندهم نوع من الاستقلالية المالية
كيعود هذه سلطة الضبط تخلص من عند الإدارة. كيف أنا نخلصك يا بنتي يا حملاوي، أنا اللي نعطيك الدراهم ومن بعد نقول لك روحي نظمي لي وضمنيني أنت تكوني حاكم بيني وبين اللي نتعامل معاهم. ما رأيك أو ماذا تقترحين في مجال تحقيق الاستقلال المالي لسلطة الضبط على رغم أنها تنتمي إلى معينة إدارية وأنت تقولي ذات طبعة إدارية مما حتى ما عليك دخلتي القضاء الإداري نقول لك وعلاه ما نديرولهاش الاستقلالية التامة وتروح كيف هكما المتنافسين ونروحوا للقضاء العادي ومادا بالمنافسة ونخليهم مرتبة بالقضاء العادي بالتجاري. تولي لي تقول لي لا لان الطبيعه تاعها اداريه والقرارات تاعها من حيث الاداره لازم نروحوا للطعن نديروا الالغاء وليتي تكلمي لي بالتعويض. اذا ولينا نتكلموا كالخصم شكون هو الاداره، اذا ماناش في نفس المركز القانوني وكي نعودوا ماناش المركز القانوني والاداره تتكلم بوصفها صاحبه السياده والسلطه ما نتكلموش على حريه منافسه لان المنافسه واش تقتضي وقوعنا في نفس المركز القانوني من حيث الالتزامات والواجبات. أن يدير لك منافسة بصحة أو نروح للقضاء الإداري في إلغاء القرارات ومن احتراقات وكذا وكذا، عن أي منافسة نتكلم؟ في الخاتمة أنا مع الأستاذ بن زارع درتي لنا قد النتيجة، والله نقول لك واحد النتيجة درتي لنا وقيلة على 25 نتيجة. وكلام عام ما قادرش تفصلي فيه ما على باليش عليها بنتي. درتي لنا بالضبط 26 نتيجة وفي التوصيات تقريبا نفس العدد تقريبا 15 وكلام مش ملموس مش عملي. تقولي لنا ضرورة توضيح ضبط وضبط العلاقة بمجلس المنافسة وضبط السلطات الضبط القطاعية عملي كيف نديروها وانك انت تكلمتي على مجلس المنافسه الفرنسي وشفتي كيف ضبطوا كيف خرجوه وهما مش بارفي لكن التجربه الانجليزيه بينتنا كيف تكون استقلاليه وانت ما تكلمتيش عليها. لا اريد ان اطول عليك بنتي العمل كيعود مليح وواحد يحب ينوض فينا باه نبحثوا ملي كاور وحينا نتجرجروا مش معناه اني اللي كتبتيه غلط موش معناه انه العمل موش معتبر. حنا قلت لك خدمتنا حنا قال لي درتيه كباحثه هذاك تشكرين عليه حنا ننبهوا ما استطعنا الوصول اليه قد اكون مخطئا قد يكون وجهه نظر لكن هذا لا يعني انك بذلتي جهد لا يعني انك طلعتي على الموضوع لا يعني انك تعبتي. وانا قبل ان اختم ابارك للكليه وللاستاذ والاستاذ نجاح أساتذة الكرام أن وصلت الدفعة تاعك من الأولى ناقش منتي الثانية إنه هذا اللي يعود في الإدارة نوليك درك إداري ما يحس بها غير واحد اللي يخدم في الإدارة كي يهدر في الإدارة يعرف واش معنى أنه باه توصل تناقش لك الدفعة واللي فروي تاعك يعني ثمار تاع المجهود تاعنا كمشروع اللي يخدمه الأستاذ واللي يسهر الأستاذ هنا تظهر الفايدة هنا نفرح. قال حتى المواضيع اللي بحثوها الطلبة ماهيش بنات ما جاش وطاك لي فات برك يعني حتى نوعيه المواضيع كي تعود تثير هذا كذا فهذه يزيد من قيمته تجعلك انت تخليك تحرصي انك هنا وين بديتي تبحثي. شكون الزملاء على سعه صدرهم. سيدي الرئيس اسمحك واعتذر منك وشكرا سيدي الرئيس. شكرا استاذ مجيد على الملاحظات القيمة واعتقد ان الطالبة دونت هذه الملاحظات من اجل ان تقوم بتصويب العمل الذي قامت به. الكلمة الان حسب ما هو وارد في الجدول للزميلة المحترمة الدكتورة منى مقلاتي فتتفضل مشكورة وارجو ان تكون المداخلة مركزة